نادين خلص في اشياء بالحياه خلص مش قادره اتقبلها، خلص خلص من بعد هول السنتين اللي قطعوا في اشياء مش قادره اتقبلها. ما في بقى نو اوبن مايند وهيك اوكي نادين، بس انه ما بقى في مثلا اتقبل العونيه، الاحزاب كل الاحزاب مش انه هلا العون، كل الاحزاب ما بقى في اتقبله. مش انه مع بعض بنعمل بلد وشو هيك ما فيك تلغي، لا لازم تسمعي راي الاخر، لازم يكون في احزاب كمان تشارك، ما بدي الاحزاب تشارك، ما بدي اوكي بدي الغي الاخر، انا بدي الغي الاخر. بس انه نات انه الاخر مش انه ان سبسكرايب، عرفتي هيك انه بفهمك انه انا ما بقى بدي حدا يجي يقول لي انه الكبه لازم تقصيها كاري، انه انا الكبه بدي قصها تريانجل، انا بحب انه الكبه تبعي يكون شكلها مثل البيتزا. وقتها شي ختيار يجي يقول ليك هيدا العبد ويقولوا لك انه لا معلش هيدا ختيار ما مع عمه جده ولا انه كمان ما بقى لج لدي اتقبل تبع انه صرفت الدولار، كان لازم تكتبي تشيك دولار وتعطيهم اياه هون وهنا عم فكر لبناني، بتسالي قد ايه سعر السوق وتلاقي ال 6000 وترجعي من بعدها انه بتلاحظي انه انت اصلا ما معك مصاري، ليش حدا عم يحكيك هيك؟ خلص كيف يعني انه ليه هالقد بيعرف؟ خلص ما اشتغلني كتار يعني مهني شوي. بعدين طبعا شو حق هيني؟ هيني بيطلع حقها 10 دولار. ايه دغري على اللي بيحسبوا على الدولار. صفات بس انا معي لبناني. بعدين نادين هول جماعه فري ذا نيبلز عرفتي؟ انه انا بدي اطلع، ما بقى حدا يجي يقول لي انه لا ناتالي ما بيسوى لانه هيدي عرفتي كيف؟ بدي اطلع، وين بدي اطلع؟ ايه انه دونت جوك دونت جوك، مين بحب الركض اصلا هلا؟ كمان تبع جو سوي ليبان عرفتيهم؟ تبع لبنان اه جو سوي ليبان جو سوي با بالستين. شو هاو هاو كيف تتقبليهم هدول؟ هيدا اخر كمان كيف تتقبليها؟ هون هون بالستين هون ايه انه جو سوي شنو هون هون حالتك انه شو موتوا على صوتوات بليز جو سوي ليبان محدك حدك حدك عن جد حدي ما بقى في اتقبل العالم تبع اللي بتقلي انه هيدي موسيقى اندر جراوند لازم تحبيها لانها اندر جراوند. انا بدي اسمع موسيقى عربي، ما بقى تقلي هيدا ذوقك وزي انا وزي اتفقمت للسهر انا قهرت لعود شهر الناس يخلقوا لو ظهر